مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج مساء الخير. بمناسبة افتتاح النسخة 29 للمؤتمر الدولي لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بنواكشوط صباح غد إن شاء الله، سيكون هذا هو موضوع هذه الحلقة. ونستضيف لكم الدكتور محمد لمين وللحاج، منسق المؤتمر الدولي لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما نستضيف المهندس شيخاني والمحمد، عضو الأمانة العلمية للمؤتمر. أهلا بكم ضيوفنا. مشاهدينا الكرام، نفتتح بآيات من ذكر الحكيم مع المهندس شيخاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. مشاهدينا، نبدأ بهذا العنصر التمهيدي ثم نعود لضيوفنا الكرام. ينظم التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب إفريقيا مؤتمره السنوي لنصرة الحبيب عليه الصلاة والسلام في دورته 29، وتعتبر هذه التظاهرة منبرا واظب التجمع على تنظيمه سنويا منذ ما يناهز 30 عاما تحت عناوين مختلفة تصب كلها في نصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويحضر فعاليات هذا المؤتمر العديد من العلماء والمشايخ والمفكرين والكتاب والدبلوماسيين من مختلف الدول. وتتناول هذه الدورة هذا العام موضوع تعميم الأبعاد التربوية والأخلاقية في رسالة الإسلام للمساهمة في السلم والسلام العالميين، ويتوقع أن تشهد هذه الندوة حضورا كبيرا ومشاركة واسعة من الطيف الإسلامي كسابقاتها، فهي مناسبة لتدارس سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الدكتور محمد رمينا، بداية التعريف عن هذا المؤتمر الذي إن شاء الله يعقد الصبح بنسخة 29. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم، والحمد لله رب العالمين. في البداية أشكر قناة الموريتانية على هذه الاستضافة الكريمة وعلى اهتمامها بكل ما يدور في هذا البلد، وخاصة على الساحة الثقافية والعلمية من أحداث. حقيقة هذا المؤتمر هو مؤتمر دولي كما قلتم في التقديم، يعقد منذ 30 سنة ولله الحمد على التوالي. يعني هذه الدورة هي الدورة 29، وهو مناسبة لكل سنة يعقدها التجمع الثقافي الإسلامي لتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتذكير المسلمين بدورهم وواجبهم اتجاه هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. فنحن أمة أكرمنا الله بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن واجبنا شهود المنة لله تعالى في ذلك وتذكره في كل ظرف، وخاصة في هذا الظرف الزماني الذي هو ربيع الأول. فمعلوم أن شهر ربيع الأول هو يسمى ربيع النبوي، لأن أغلب أحداث النبي صلى الله عليه وسلم كانت في هذا الشهر. ففي هذا الشهر ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني بدأ الوحي. تعلمون أن الوحي بدأ بالرؤية الصادقة، فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا كانت كفلق الصبح، واستمرت هذه الفترة 6 أشهر.
هذه الفترة بدأت بربيع الأول، فربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأولى، جماد الثاني، رجب، شعبان، هذه 6 شهور. وفي رمضان قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن بدأ الوحي في ربيع الأول. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هذه الهجرة الفاصلة التي هي بداية تأسيس الدولة الإسلامية، هذه الهجرة كانت في ربيع الأول. أول غزواته صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء، كانت على رأس 12 شهرا من قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كأن الغزوات بدأت أيضا في هذا الشهر، وهي أحداث هامة كان لها الدور البارز في نشر الإسلام وفي الدفاع عن بيضته وفي بقائه. كذلك كما تعلمون التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى في هذا الشهر، إذن هو ربيع النبوي. لذلك ارتأى التجمع الثقافي الإسلامي تخليد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتدارس سنته وشريعته في هذا الشهر بالذات، لأن هذا الشهر بالنبي صلى الله عليه وسلم أرصق، حتى يكون هناك تزامن بين الظرف الزماني وبين إعطاء كل زمن ما يلزمه، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يعطي لكل مناسبة في الزمان ما يناسبها. فكان صلى الله عليه وسلم في الجمعة الأخيرة من شعبان مثلا يخطب خطبة دائما يهيئ الناس بها لرمضان إلى غير ذلك. إذن هذا التجمع دأب على جمع هذا، يعني على تنظيم هذا المؤتمر. وللتذكير، هذا المؤتمر يعقد كل سنة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية. إذن هو حدث وطني بامتياز، وهو يجمع الساحة كلها، فالطيف الإسلامي والطيف الثقافي، والحمد لله الطيف في موريتانيا كله إسلامي، فكل توجهات الساحة الإسلامية ولله الحمد، هذا منبر وهذه مناسبة لتلتقي ولتتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتتدارس أيضا شأن الأمة بشكل عام. لذلك دائما في هذا المؤتمر يكون هناك ندوة علمية لها عنوان خاص، وهذا العنوان دائما يكون يهم المسلمين. فكما ذكرتم الآن في التقديم، الأبعاد الأخلاقية والتربوية في الرسالة المحمدية ودورها في نشر السلم. لا توقف عند العنوان بلي مازلنا لهنا نراجع ان شاء الله، لكن نتركها في مشاركه اسلاميه بالاضافه على انه هو حدث قلت عنه وطني بامتياز. كان في مشاركه اسلاميه والانشطه اللي تعدل على هامش هذا المؤتمر. طبعا هذا المؤتمر يحضره وفود اسلاميه من كل بقاع البلاد الاسلاميه. هذه السنه مثلا يحضر ضيوف كرام من مختلف البلاد الاسلاميه، مثلا وزير الاوقاف السوداني السيد عمار المرغني سيحضر إن شاء الله هذا المؤتمر، كذلك وفد من السنغال يعني برئاسة منصور مامون الذي هو المستشار الديني لرئيس السنغال، وكذلك وفد من وفود متنوعة من مختلف البلدان، يعني من مالي ومن بوركينا فاسو ومن علماء السنغال ومجموعة الزوايا الموجودة فيها، وكذلك سيكون هناك مندوب عن وزارة الشؤون الإسلامية بالجزائر، وهناك ضيف في هذا العام ضيف عظيم جدا حبيب إلى قلوب الشناقطة وهو ممثل الأزهر الشريف، فهو يعني شخصية إسلامية كبيرة، وهو ممثل يعني رئيس يعني عميد كلية دراسات إسلامية بالأزهر، وهو موجود الآن يعني في نواكشوط منذ يوم أمس لحضور هذا المؤتمر. وهذا يعني الأزهر وعلاقته بالشناقطة علاقة معروفة. كذلك يعني هذا المؤتمر يعني فيه تمثيل للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم اللي هي الإسيسكو عن طريق مندوبها الذي هو الأستاذ سيد محمد بن محمد فال الملقب بوياتي، سيحضر يعني ممثلا لهذه المنظمة، وتوجد وهود يعني هامة ويشارك فيه، وهذا شيء مهم جدا، شخصيات إسلامية وطنية هامة وازنة، مثلا من أمثال العلامة حمدان ولته رئيس رابط يعني الأمين العام لرابطة علماء موريتانيا، كذلك مثل العلامة الشيخ محمد الحسن بن الددو، كذلك مثلا الطالب خيار والمامنة، كذلك محمد فاضل محمد الأمين، الدكتور يسلم والسيد المصطفى. طبعا لا أقول هذا بدون ترتيب وبدون تهيئة، وإنما هي شخصيات علمية حتى يعلم الرأي العام والجمهور المشاهد مستوى يعني نماذج من مستوى الشخصيات الموجودة. يوجد كذلك مثلا في هذا العام يعني من الشخصيات التي ستحضر إن شاء الله محفوظ للوارد بومية ولبياه، مثلا الشيخ الدكتور الشيخ ولزين أمين للشواف الحسن وملايعلي إلى آخره، مجموعة يعني من مختلف الطيف، لا أريد أن لا أستطيع أن أمر بالكل، لكن هذا مثال للشخصيات من مختلف الأطياف ومن مختلف الفئات العمرية. إذن هو مؤتمر
يجمع الساحة الإسلامية، وإن كان بتنظيم التجمع الثقافي الإسلامي، ليس للتجمع الثقافي الإسلامي فيه إلا المبادرة والتنظيم. أما هو حديث وطني، وهو مؤتمر وطني جامع، كل الساحة الموريتانية، كل الساحة الإسلامية، كل الساحة الثقافية المهتمة بهذا الدين وبهذه الشريعة ومحبي النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون كلهم محبون للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مؤتمرهم وهذا دورهم. ودأب التجمع على هذا منذ والحمد لله 30 سنة، لا يوجد جانب من الطيف في موريتانيا إلا ووقف وخطب فيه وقدم توجهه للمسلمين وللرأي العام. وعالج هذا المؤتمر خلال سنواته ودوراته السابقة مواضيع في غاية الأهمية. في التسعينات مثلا من القرن الماضي عالج هذا المؤتمر مثلا الوسطية في الإسلام، دور الإسلام في نبذ التطرف، يعني هذه كانت ندوات بهذا العنوان اجتمع عليها الناس المسلمون من داخل بلادنا ومن خارجه لنقاش هذا الموضوع وبالخروج بتوصيات فيه. لذلك هذا المؤتمر هو يدخل في إطار واجبنا التاريخي كشناقطة، واجبنا ودورنا في تقديم هذا الإشعاع. فنحن قد أقامنا الله تعالى وترك لنا آباؤنا إرثا عظيما، وهو نشر هذا الدين ونشر هذه اللغة ونشر هذه الثقافة، وهذا واجبنا، وهذا المؤتمر يجسد جزءا من ذلك الواجب، فهو جزء من الإشعاع الثقافي والحضاري لهذه البلاد. هذه النسخة تكون تحت عنوان الأبعاد الأخلاقية والتربوية في الرسالة المحمدية ودورها في نشر السلم. ماذا تتوقعون من هذا الموضوع من إعكاسات وتوصيات مهمة خاصة في هذه الفترة التي يكثر فيها التطاول على جناب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، كان الشيخ محمد الحاضر النحوي رئيس تجمع الثقافي الإسلامي يعني في بدايات هذا المؤتمر يقول دائما في خطبه، لأنه غالبا يعني يفتتح هذا المؤتمر بخطبة ويختتمه غالبا أيضا كغيره من العلماء بخطبة، دائما كان يقول نحن يجب أن نحارب، أن نجفف منابع التطرف ومنابع الزيغ ومنابع الإلحاد في هذا البلد، ولا يكون ذلك إلا بإذكاء روح المحبة في المسلمين والرجوع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أقصر طريق إلى هذا الجانب. يقول دائما الله تعالى بيّن لنا الطريقة الجامعة المختصرة للنجاة وللصلاح في هذه الدنيا وفي الآخرة. ما هي هذه الطريقة؟ هي قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم هي المثال المختصر الجامع في كل مناحي الحياة. كيف نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أن نعرفه، دون أن نتدارس سيرته وسنته سنته؟ لا بد من هذا. لذلك هذا المؤتمر هو لبنة في هذا الجانب. نحن نأخذ هذا الجانب، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نبذ العنف، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعايش مع الآخرين، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم هذا الدين كما هو. نحن ديننا الإسلامي هو دين الفطرة، له قوة ينساب بها إلى قلوب الناس، يكفي فقط أن نقدمه للآخرين كما هو من غير إفراط ولا تفريط. هذا هو واجبنا، وهذا هو موضوعنا لهذه السنة. موضوع لهذه السنة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تقديمه للناس في ودور ذلك في مكافحة التطرف، مكافحة الزيغ والإلحاد، وتقديم الإسلام كما هو، نشر السلم بين أهله. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الوثيقة الشاملة للمدينة التي هي العهد الجامع بين سكان المدينة. هذه الوثيقة هي أول شيء، يعني أول دولة جامعة للمواطنة توجد في التاريخ هي هذه الدولة التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم. هي وثيقة فيها اليهودي يعني المخالف في الدين، وفيها المشرك، وفيها المؤمن، هذه طوائف مختلفة في الدين، فيها المهاجري الوافد، وفيها المواطن الأصيل مثل الأنصار وغيرهم. إذن هذه الوثيقة يجب أن ننشرها حتى نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعايش مع الآخر. آخر فعله صلى الله عليه وسلم هو أنه مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة ليهودي في 30 صاعا من شعير. أليس في المسلمين تجار يمكن أن يعني يستدين من عندهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس في المسلمين رجالا يمكن أن يقرضوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد وهبوه أموالهم ودماءهم وأنفسهم؟ لكن هذا ليوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا لسنا في هذه الأرض وحدنا، وأن كل مخلوق يجب أن نعطيه حقه. فنحن في كل ركعة في الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، هي أهم شيء في هذا الدين،
وآخر ما أوصنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركعة من ركعاتها ماذا نقول نفتتحها به؟ نقول الحمد لله رب العالمين، لا نقول الحمد لله رب المسلمين، ولا الحمد لله رب العرب، ولا الحمد لله رب الأفارقة، نقول رب العالمين، حتى نتذكر أن هذا العالم كله يجب أن يتعايش، وأن لكل ذرة منه حقا علينا نحن المسلمين، لأننا أمة رسالة وأمة دعوة وأمة قضية. لذلك الله تعالى يقول في محكم كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي، يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو داعية إلى الله تعالى. أبسط ما يطلب منه هو تقديم هذا الدين وتمثله وتخلقه على صفته الحقيقية. على صفته الحقيقية. ولذلك هذا المؤتمر يأتي يصب في هذا المجال، هو يذكر الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مجال الحياة، وفي دور ذلك في التعايش، وفي يعني نشر السلم في الداخل بين المسلمين أنفسهم ذوي الديانة الواحدة، وبين المواطنين أنفسهم حتى ولو كانت ديانتهم مختلفة أو لغاتهم مختلفة أو ثقافاتهم مختلفة، وكذلك نشر السلم في العالم، لأننا أمة سلم وأمة سلام. هذا هو النقطة التي يجب أن نرتكز إليها. ومن محاور هذا المؤتمر في هذه السنة مثلا محاور هامة تبين هذا المنحى، فمنها مثلا في يعني بعض محاوره في بعض جلساته العلمية تحت قول تحت يعني الأخلاق النبوية سبيلا للدعوة في هذا العصر. إذن هذا العصر لا سبيل للدعوة فيه إلى الله إلا بالأخلاق. ونحن نعلم أنه عندما توقف الفتح الإسلامي بالقوة أي الجهاد لم يبقى للدعوة إلا الأخلاق، إلا نشر الأخلاق. ولذلك هناك دول إسلامية لم يدخلها السيف قط. أكبر دولة إسلامية، وهذا قد يعني يغيب عن كثير من الناس، أكبر دولة إسلامية اليوم في عصرنا الراهن هي دولة أندونيسيا، أكثر حدود 300 مليون نسمة. أندونيسيا هذه لم يدخلها محارب واحد، لم يدخلها سيف واحد، ومع هذا هي أكبر دولة إسلامية. كيف دخلها هذا الدين؟ دخلها هذا الدين بالأخلاق، دخلها هؤلاء أهل الأخلاق الذين يتمثلون الدين ويقدمونه كما هو. وهذه أكبر دعوة كما بينت، لأن الدين الإسلامي دين فطرة، دين فطرة يكفي أن نقدمه للناس حتى ينساب بقوته إلى قلوبهم. لذلك نحن في عصر يجب أن نتمثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يكفي أن نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ننجح في كل أمورنا وتستقيم كل أمورنا، لكن نأتسي به في ماذا؟ نأتسي به في أخلاقه، نأتسي به في تعامله، نأتسي به في أمانته، نأتسي به في تمثله لهذا الدين. ونحن نتصور للأسف الشديد كثير منا يتصور أن الدين هو عبارة عن الصلاة والصيام. عندما يأتي شهر رمضان كلنا يعني يجتهد في العبادة، وهذا شيء مهم ونشجعه ونريد المحافظة عليه، ولكن عندما تعاملين مسلما لا تحسين هذا الدين، لا تحسين هذا الدين. عندما يعطيك واحد ميعاد يقول الساعة الثالثة إن شاء الله سأتيك، إذا بالثالثة تمر والرابعة تمر من غير أن يأتي، كأن هذا المعد كأن الكلام غير مسؤولية. هذا الدين هو الذي نريد أن يتخلقه المسلم في كل جوانب حياته. ولذلك روجر غارودي رحمه الله تعالى كان يقول، وهو مسلم، كان يقول: الحمد لله الذي عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين، لو كان عرفت المسلمين قبل أن أعرف الإسلام لما دخلت الإسلام، لأني لا يعني أعرف هذا أنهم لا يتمثلون، لا يتمثلون بالدين. ومن غرائب الأمور أنني حدثني داعية قال لي هذا في يعني في المسلمين، حدثه واحد رجل أعمال من الصين، قال: أنا رجل أعمال صيني ويأتيني المسلمون في كل من كل دول العالم، يعني في معاملات تجارية صناعية هو يصنع الأشياء. قال: يأتيني المسلم ويقول: لا أكل طعامك لأنه حرام علي، ولكن يأتيني ببضائع يريدني أن أزورها له. تناقض، يعني هذا تناقض. الدين يا جماعة ليس الصلاة والصيام فقط، الصوم صلاة والصيام وأركان أساسية في الدين صح، لكن هذه مسائل فردية بين العبد وربه. أهم شيء في الدين هو ما بينك وبين الناس، هذا بينك وبين ربك. ولذلك في ديننا الإسلامي أن الذنب إذا كان بين العبد وربه يكفي منه التوبة إلى الله تعالى، والله تعالى غني
ويقبل التوبة في كل الأحوال عن عباده ويأخذ الصدقات، لكن الذنب إذا كان بينك وبين مخلوق آخر لا يغفره إلا المخلوق، أيهم أخطر الآن؟ إذن لا بد للشخص أن يعلم أن هناك حقوق المخلوقين عليه، هذا جزء ركن أساسي من الدين. الدين في ديننا الإسلامي من خصائصه أنه ليس مثل الديانات الأخرى، الديانات الأخرى يتمثلها الشخص في الكنيسة أو في البيعة، أما الدين الإسلامي فحيثما كان الإسلام كان الدين، لا توجد لحظة من لحظات الإنسان إلا وتخاطبه الشريعة بما يفعل وما يترك، لذلك يجب أن نتخلق هذا الدين. كيف نحن ليس لنا في الوقت الحاضر طريقة لدراسة الكتب والمصنفات ولا لدراسة المسانيد وكتب السير والسنن إلى آخره، ماذا نفعل؟ أبسط شيء وأقصر طريق هو أن نأخذ حياة النبي صلى الله عليه وسلم ننكب عليها وندرسها، ستفيدنا بمسألتين. المسألة الأولى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من درس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحبه رغما عنه لما سيرى فيه من الأخلاق التي يحبها الإنسان بطبعه وبفطرته. والمسألة الثانية اختصار الطريق، أنت إذا كنت تريدين الفقه اقرأي حياة النبي صلى الله عليه وسلم تمثلي تتمثلين الفقه، تريدين اللغة اقرأي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتأسي به تكونين عالمة في اللغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حياته شاملة وهو المثال الكامل. من فاتته الدراسة فاته كل شيء، فعليه أقصر طريق أن ينكب على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ويقتدي به. وسؤال المطروح هنا، ما الذي سيقدم هذا المؤتمر ولا الذي دأب على تقديمه من أجل الالتفاف أكثر نحو تعلم سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هنا شكرا. في موريتانيا. نعم، هذا السؤال مهم جدا، لأن المسائل المهم فيها هو النتائج العملية. الكلام والحمد لله والعلم والحمد لله كثير، المهم في الأشياء هو المسائل العملية، هذا دائما يركز عليه التجمع في هذه المؤتمرات. في الحقيقة نحن أولا الثمرة الأولى هي التقاء المسلمين والتقاء الساحة واجتماعها، هذا في حد ذاته مهم، هذا في حد ذاته إنجاز وهو حاصل في هذا المؤتمر. ولا شك أن اجتماع المسلمين وتوحيد كلمتهم وتدارس شؤونهم مطلوب لذاته، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك ثمار كثيرة، أنت ترين الحمد لله الآن في هذا البلد وفي غيره من البلدان من الاجتماعات لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعني في كل يوم نصرة وفي كل مكان نصرة وفي كل مكان يعني أناس يدرسون السيرة وفي كل مكان جماعة تريد من يلقي عليها محاضرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يلقي لها كلمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء مهم، وهذا لا شك هو من ثمرات هذا المؤتمر، لأنه في هذا المؤتمر في بداياته ما كان الناس يتكلمون على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعضهم يقول تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أو الاحتفال بمولده أو تدارس سيرته هو بدعة أو هو كذا أو هو كذا، بعض الناس حتى العلماء يتحرجون من هذا، لكن الآن تخطينا هذه المسألة، وبعد يعني صار المسلمون يجتمعون على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تعظيمه وتوقيره، وما نراه في الساحة يعني من هنا وهناك من كتابات ومقالات إلى آخره، هذا سببه هو البعد عن هذا المنهج، هو البعد عن هذا المنهج. إذن هناك ثمرات كثيرة، وهناك توصيات في كل سنة تخرج عن هذا المؤتمر تنقل إلى الدول، ونحن لسنا تنفيذيين، نحن مهمتنا هو إرشاد الناس وتوضيح الطريق السليم إليهم وتوجيههم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بطريقنا وبأيدينا إلى تطبيق أوامره وشرعه، هذا هو مهمتنا. تفضل. هذه الندوة أيضا عالجت مشاكل عديدة، إضافة للكان يقول الدكتور محمد لمين، الندوة عالجت مواضيع اقتصادية، دور الزكاة والوقف في الإسلام، مواضيع عديدة يذكرها الأستاذ محمد لمين عالجت هذه الندوة. عالجت أيضا مواضيع بيئية، الإسلام من منظور بيئي يهتم بالبيئة كثيرا، عالجت مشكلة المياه ونقصها وندرتها في العالم. عالجت أيضا مواضيع سياسية، الحرب اللي دارت للأسف الشديد في مالي وتعاني المنطقة كلها من انعكاساتها، حاولت هذه الندوة أنها تتفاداها. على ما أذكر كان فيها موضوع سنة ماضية عنوان هو القوة الناعمة، لماذا مثلا هذه المشاكل اللي في مالي بدل من نخلوا الغربيين يجوا يحلوها بالقوة العسكرية خلونا نحلوها بالقوة الناعمة والدبلوماسية. حاولت هذه الندوة، لكن للأسف كيف ما قال لك الأستاذ محمد لمين، الندوة ما هي جهاز تنفيذي، الندوة تعدى تطرح مقترحات تطرح توصيات وعلى الآخرين الأخذ بها وعدم ذلك. معناها أن تدخل في كل المجالات، ما هي المجالات المتخصصة بنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، هذا كله من نصرتي، هذا كله من نصرتي. مجالات أي شؤون تعني المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحقن الدماء،
جاء ليهتم بمعاش الناس بدنياهم وبدينهم، والندوة تعالج هذه الأمور كلها. أي موضوع يرى القائمون على هذه الندوة أنه موضوع الساحة أنه يعني المسلمين يعالجه. إذن له نبقى مع دور من الإنشاد ثم نعود للنقاش. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس، غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وواقفون لديه عند حدهم، من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسو، منزه عن شريك في محاسنه. فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دكتور محمد الأمين، أشرت هنا أشرتم إلى موضوع الاحتفال، بما أننا في هذا الموسم الآن الاحتفال بمولد النبوي الشريف الذي يشهد أحيانا جدل والله أحيانا تباين في وجهات النظر حول أنه بدعة، حول أنه يجب الاحتفال به، حل ما هو موقفكم من هذا؟ نعم، أشكرك على هذا السؤال المهم، لأنه سؤال يعني في محله وفي وقته. البدعة عرفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أوضح تعريف، وليس بعد تعريف النبي صلى الله عليه وسلم تعريف للبدعة. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود على صاحبه. هذا هو تعريف البدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن لابد أن يكون إحداث في الدين ما ليس منه، واضح؟ يجب أن نضع خطا تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. عرفنا أنه من أحدث في ديننا ما هو منه لا يمكن أن يصف بالبدعة، بل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سنة. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كيف يسن أحد في الإسلام سنة والإسلام قد انتهى؟ قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن السنة في الإسلام هي تجديد هذا الدين، تجديد أساليبه، تجديد طرقه ووسائله. هذا هو السنة الحسنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والاحتفال به وتخليده على أن تعالوا الآن ننزل هذه المقدمة، ننزلها على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من الدين أو ليس من الدين؟ تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم مقصد من مقاصد بعثته صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول في الآية التاسعة من سورة الفتح بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لنا الله تعالى ووضح لنا مقاصد بعثته، أنها لنؤمن بالله تعالى وتعزروه من هو النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقروه من هو النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءنا بالتعظيم، يعني تعزروه وتوقروه، كلمتان مترادفتان في المعنى مختلفتان في اللفظ، وهذا في أساليب العرب يدل على العموم والشمول. معناها لا نترك تعظيما إلا وعظمناه به صلى الله عليه وسلم، إلا تعظيما يخرجه عن كونه بشرا، وهذا هو الذي نهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: لا تطروني كما أطر النصارى عيسى بن مريم. ماذا قال النصارى عن عيسى بن مريم؟
وقالت النصارى عيسى ابن الله، وقال ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن قالوا لقد كفر الذين قالوا إن قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. هكذا خرج النصارى بنبيهم عيسى نبي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عن كونه بشرا. نحن لا نخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه بشرا، وكل تعظيم لا يخرجه عن كونه بشرا فهو من مقاصد الدين. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم عظموا النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لا نستطيع نحن أن نبلغه. أينا قد بلغ من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن شرب دمه كما فعل عبد الله بن الزبير؟ أينا بلغ من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن شرب بوله كما فعلت كما فعلت حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن؟ قال يعني الصحابي الجليل يعني قال أتيت وفدت على كسرى في مجلسي، ووفدت على المقوقس في مجلسي، ووفدت على قيصر في مجلسي، فلم أرى أصحاب ملك يعظمون ملكهم كما يعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محمدا. والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه. هل وصلنا نحن إلى هذه الدرجة من التعظيم؟ لذلك كل تعظيم فهو ليس بدعة، لأنه من الدين، لأنه من الدين وله أصل في الدين. ولذلك إمامنا إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى أتى بأشياء من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لم تعرف الصحابة ولم يعرف التابعون الذين سبقوه. مالك رضي رحمه الله تعالى كان إذا أراد أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب ويجلس على مكان مرتفع ويضع البخور في مجلسه، ومن سأله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ضربه. وكان لا يلبس نعلا في حرم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يركب دابة. هل الصحابة فعلوا هذا؟ هل التابعون فعلوا هذا؟ هذا لم يسبق إليه، ولم يقل أحد أن مالكا أتى ببدعة، بل كل من ذكر مالكا وذكر سيرته ذكر هذا من محاسنه، لأنه من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تعظيم لا يخرجه عن كونه بشرا نبيا رسولا حبيبا لله تعالى. إذا نحن ماذا نفعل في هذه في تقليدي والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار هذه النعمة المباركة وبإظهار فرحنا فيها، وهذا من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده، كان يحتفل بمولده في كل أسبوع، كان يصوم كل يوم الاثنين. ولما سئل عن ذلك، والحديث صحيح في صحيح البخاري، لما سئل عن ذلك قال ذلك يوم ولدت فيه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصه بعبادة، كيف لا نخصه نحن بفرح للنبي صلى الله عليه وسلم ومناسبة لنتدارس سنته وسيرته ومدحه؟ ما الذي يجب أن نخلد في هذا في هذه المناسبة العظيمة؟ هذا هو محل السؤال. تمحور أيوة. هذا نعم. أنا لا أرى أن المسلمين مختلفون على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يختلفون عليه. الاختلاف هو في الطريقة وفي النوعية. يجب صحيح يجب أن نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم ونعظمه بما شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ما شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو تدارس سيرته وسنته أولا. يجب كل واحد منا أن يذكر نفسه ما هو موقفه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو موقفه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو موقفه من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد المراجعة مع النفس فهي مناسبة لمراجعة النفس. كل فرد يراجع نفسه، وهي أيضا مناسبة لتراجع الأمة كلها موقفها وموقعها من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو، يجب أن نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم بما شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، نظهر الفرح نعم بمولده صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله ونشكره على ذلك، أن هذا مقصد مقاصد الدين، ولكن نتدارس سنته. أنا دائما أقول للإخوان، غدا هذا الشهر شهر النبي صلى الله عليه وسلم، وغدا يوم مولده صلى الله عليه وسلم والاحتفال به، ماذا نحتفل؟ أقول لهم دائما تعالوا نعاهد الله تعالى، نتعاهد نحن هذه الجماعة أن غدا كل واحد منا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، كل واحد منا غدا لا يترك سنة إلا فعلها، أن غدا يوم السنة، أن نحتفل لا يفعل أحدنا فعلا إلا عرف ما كيف كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يؤديه فنفعله. أن غدا يوم السنة، هذا هو احتفالنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. احتفالنا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو احتفالنا بمحبته، شهود المنة لله تعالى على ذلك، احتفالنا بسيرته، احتفالنا بتدارس سنته
وشريعته، هذا هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، وهذا هو الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم الحقيقي. أما عفواً عن المقطع، أما التمظهر والحفلات، إقامة الحفلات والتمظهر حتى بالملابس الجديدة، هذا ما هو موقفه؟ جزاك الله خيراً إذا نبهتي على هذا، فهذا من واجبكم أنتم الإعلاميين تنبيه المجتمع على مكامن الخطأ والزيغ والانحراف فيه. صحيح للأسف الشديد هذا الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم كثير من الناس جعله عادة، صرفه عن مهمته الحقيقية وهي تذكر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، جعله مسألة عادية تصرف فيها الأموال وتقام فيها التجمعات التي قد لا تكون مباحة، ويفعل فيها كثير من التبذير وكثير من الأشياء المنافية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وهذا شيء يمجه الشرع وينهان الشرع عنه. فالله تعالى عندما نهانا عن القتل قال لنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، قال لا تقتلوا، لا تفعل، لا تفعل هي وسيلة العرب للنهي. لما نهانا عن الزنا وهو من أعظم الذنوب والكبائر والعياذ بالله قال ولا تقربوا الزنا، لا تفعلوا، لا تقربوا الزنا. لكن عندما نهانا عن التبذير وهذا شيء مهم وهي مناسبة يجب أن نذكر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لما نهانا عن التبذير جاء بكل الصيغ المعروفة في لغة العرب لينهانا، للتأكيد لينهانا عن التبذير، فقال تعالى في محكم كتابه ولا تبذر تبذيرا. شو لا تبذر تكفي، لكن لم يكتفي بهذا، قال لا تبذر تبذيرا، فهذا تبذيرا هو مصدر مؤكد لعامله، تبذر تبذيرا أشد من قوله لا تبذر، لا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن حرف تأكيد، المبذرين هو اسم جمع معرف بأل، وهذا من صيغ العموم، والعموم من معانيه التأكيد، لأن شيئا محرم شيئا محرم على الجميع هذا أشد تأكيدا وخطرا من شيء يحرم على البعض دون البعض، فالعموم نفسه من صيغ التأكيد. إن المبذرين، قال لم يكتفي بهذا، قال لا تبذر، وقال تبذيرا، وقال إن، وقال المبذرين، قال كانوا إخوان الشياطين. لو لم يأتي في القرآن من النهي عن التبذير إلا قوله تعالى المبذر أخو الشيطان، يعني في ليست آية، ولكن لو كان في القرآن كلمة بمعنى إن المبذر بدون إن المبذر أخو الشيطان لكان التبذير حراما. إذن جاء ذكر الشيطان، وذكر الشيطان إذا ذكر الشيطان في طريق فالمسلمون يفرون إلى طريق آخر. قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولم يكتفي بهذا، ذكر إن الشيطان كافر وكان الشيطان لربه كفورا. هذه سبع وسائل من التأكيد في النهي عن التبذير. لماذا؟ لخطورة التبذير على المجتمع وعلى الأمة وعلى الفرد. القتل هو يقتل شخصا واحد، لكن المبذر إذا بذر فهو يقتل أمة كلها، فهو يدفع الناس ليقتدوا به في تبذيره، فيؤدي بهم ذلك إلى قتل الآلاف والمئات، يدفع بهم إلى السرقة، يدفع بهم إلى كل المحرمات. إذا التبذير شيء خطير، ولذلك الله تعالى يقول في محكم كتابه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمرنا متر فيها لم يقل علماءها، ولم يقل فساقها، ولم يقل كفارها، قال المترفين. لماذا؟ لخطورة المال في حياة المجتمع وفي حياة الفرد. لذلك للأسف الشديد كما نبهت عليه رأينا من الأشياء التي يعني خارجة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة، وهي مناسبة يجب أن نقف فيها وقوفا حرفيا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع هديه. لكن أليس هذا يعتبر نوع من السنة الحسنة؟ إذا قسنا هذا، أعني هون الاحتفال بمفهوم الاحتفال عيد المولد من ارتداء وشراء الملابس الأطفال وانتعاش الأسواق والحركة فيها، هذا ألا يقاس على أنه نوع من التمجيد ونوع من السنة الحسنة كما كان يفعل الإمام مالك أنه يتعطر ويتجمل بأحسن الملابس؟ هذا طبعا يتفاوت كل حسب ظروفه، لكن هذا ربما يكون طبعا هو من السنة الحسنة. هذا الاحتفال الصحابة لم يكونوا يقومون احتفالا بمولده صلى الله عليه وسلم، ليس معنى هذا أنهم لم يعظموا، كانوا يعظمونه بوسائل تتماشى مع عصرهم ومع ظروفهم. نحن جئنا وعظمناه في هذا المولد، صرنا نجتمع، لكن نجتمع على ما؟ نجتمع على سنته وعلى مدحه وعلى تدارسه. نحن نلبس الجديد لإظهار الفرح به، هذا كله
داخل تحت تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم مقصد من مقاصد الشريعة. إذا كل شيء داخل تحته فهو داخل تحت الدين، ليس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فيه ما ليس منه، لأن كل تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هو منه، فهو داخل كما قلت في السنة الحسنة. وهذا اللي نبهت عليه شيء مهم، لأن بعض الناس يقول أول من أقام الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم هم العبيديون، وهم قوم كانوا يعني من يعني الشيعة وكانوا خارجين مارقين عن الدين إلى آخره. نحن نقول لا يهمنا من أول من فعله، ما أول من فعله أيا كان، وليكن إبليس عليه لعنة الله تعالى، فقد فعل شيئا حسنا وليس من عادته ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال له إبليس نفسه عليه لعنة الله أن من قرأ سورة آية الكرسي في مكان لا تضره الشياطين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، يعني إبليس. نحن المهم عندنا هو الفعل لا فاعله. العبيديون ليسوا مشرعين، فإن كانوا هم أول من عظم النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعلوا حسنا، هذا لا ينقص من كونه عبادة وكونه مسألة مهمة مستحسنة. نحن نرى فيها الخير للمسلمين، ونرى فيها الخير للإسلام، ونرى فيها إحياء وإذكاء محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه في قلوب الناشئة. الناشئة والصغار يتربون على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس مثل كل الناس. صحيح عليه الصلاة والسلام. ستكون كلمة الختام في نهاية هذه الحلقة عن كيفية باختصار تربية الناشئين وإحياء فيهم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قبل ذلك نتابع مديح مع المهندس أحمد. شيخان شكرا جزيلا. خليني اولا باختصار الوقت ما تلم الياس ان شاء الله. فقط شفتي المديح النبي صلى الله عليه وسلم مدحه الحق جل على وعلا بذاك اللي قال فيه وانك لعلى خلق عظيم الى غيرها من الايات. يا غير هو مديح قبل ولادته. ابراهيم عليه السلام لما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويزكيهم الى اخره مدحه، حتى عيسى بن مريم مدحه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. مدحته آمنة عند مولده، مدحه الصحابة الكرام عبد الله بن رواحة، كعب بن زهير، حسان بن ثابت وهو سيد المادحين وكبيرهم، مدحه المادحون على مر التاريخ. هو المدح لا يختلف أحد في أنه هو درس. لا أنا فقط أعطي المعلومات. صحيح بارك الله فيك. يتميز الموريتانيين أنهم دائما مثلا عندك الخليفة وليد رحمة الله عليه سخر وكرس إنشاده فقط لمديحية البراعي أحمد الميدح رحمة الله عليه. من منا لا يتذكره وهو يقول ويحق من شفوا نبيا ألفته أرضها والضباء إلى آخره. المقطع اللي نجيب نونية ما هي طويلة تفضل. يا نبي الهدى عليك سلام بشذاه تضوع الياسمين، أنت نور الضحى إذ الليل ساج مدلهم إذ الرحاب سجون، قبسا كنت والدنا ظلمات وهدى كنت والحياة فتون، ثم جاء النبي حق ونور وكتاب مطهر مكنون، كتب الله أن يكون غياثا إنما الأمر منه كاف ونون، فعنت دولة الضلال ودالت وتهاوت قلاعها والحصون، ما فتحت البلاد إلا ونور في قلوب الورى وفتح مبين، أنت للناس رحمة وأمان أولست الأمين أنت الأمين، أنت جود إذا وهبت كما البحر وغيث إذا أغثت هتون، نعمة أنت لا تؤدي الليالي والأسابيع شكرها والقرون. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الجميل رائع. دكتور محمد الأمين، كيف نساهم في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم كل من مكانه؟ أحسنت هذا السؤال. نحن محبة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية هي تخلق شريعته والاهتداء بهديه والاستنان بسنته، هذا هو نصرة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية. نحن في زمن
له ظروفه الخاصة، لا بد فيه من التظاهر، لا بد فيه من إظهار تعلقنا بهذا الجنين الجناب. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب هذا يجد صاحبها ثمرتها في الدنيا والآخرة، لكن صاحبها فقط. لكن نحن في عصر لا بد أن نلبس له لباسه، لا بد أن يرى الآخرون، وأعني بالآخرين غير المسلمين أعداء الدين، لا بد أن يروا مدى تعلقنا هكذا، مدى تعلقنا بهذا الجناب ومدى تعظيمنا لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. هذا لا بد منه، وهذا وطريقة الوحيدة لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ولتخليد ذكراه وللاحتفال به هو الاستنان بسنته وتطبيق شريعته ومحبته. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي معيار الإيمان، بقدر ما يكون الإنسان مؤمنا تكون فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلنا يستطيع أن يعرف إيمانه، من أراد منا أن يعرف مقدار الإيمان في قلبه فلينظر إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه أين وصلت. هذا هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هي معيار الإيمان. ولذلك في القصيدة النونية التي أنشد المهندس قبل قليل، هي قصيدة رائعة للدكتور الخليل النحوي، يقول فيها في آخرها بيت لم يصله المهندس، يقول فيها: إنما الناس بالمحبة والصدق، وإلا فالناس ماء وطين. الإنسان نفسه وكينونة الإنسان نفسه هي بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبصدقه في تمثل وتخلق هذه المحبة. وإلا ليس صور هكذا، ليس لا بد أن نعرف أن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم هي عبادة، والعبادة لا بد فيها من الصدق والإخلاص. فالرياء وحب الظهور هذه من محبطات العمل، وهي يسميها العلماء الشرك الأصغر. يجب أن نبتعد عن هذه المظاهر، يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا، صادقين على ربنا وهو المطلع على سرائرنا. إذن يجب أن نتخلق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتخلق شريعته ونتبعها. الناس يقولون: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يعني تجدين شخصا يأتي نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنك تجديه للأسف الشديد متخلقا بأخلاق ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. تجدين المرأة المتبرجة تأتي أمام الأجانب تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حسن وهذا طيب وهذا خير من غيره. لكن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم نكررها ونقولها: أول نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته الحقة الجامعة التي نحن جميعا مطالبون بها هي تمثل شريعته والتخلق بسنته والاهتداء بهديه. وأول الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو محبة أمته جميعا. أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد على ظهر الأرض إلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إما أمة دعوته وهم الكفار، وإما أمة إجابته وهم المؤمنون. يجب أن نعرف أننا لو قتلنا كافرا فقد خالفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا عجلناه أحدا من أمته إلى النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مات أحد على الكفر يحزن حزنا شديدا ويقول: نفس فلتت مني إلى النار. يجب أن نكون أمة دعوة وأمة محبة وأمة جمع، ويجب أن نبدأ بأنفسنا. المسلمون كلهم أمة واحدة، يجب أن يتمثلوا هذه الوحدة وهذا التخلق قبل أن يتجهوا إلى غيرهم. إذن صلى الله على الرسول الأعظم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي استضفنا فيها الدكتور محمد رمين وللحاج منسق المؤتمر الدولي لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك المهندس الشاب شيخاني والأحمد عضو الأمانة العلمية للمؤتمر. لكم تحياتي وتحيات فريق العمل.